الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلاب الصف الأول المتوسط بمدارس تبوك الأهلية النموذجية، مع درس من دروس مادة الدراسات الاجتماعية والمواطنة. نكمل ما بدأناه عن الأمن، وعرفنا في الدرس السابق الأمن الديني والأمن الفكري. الأمن الديني كما عرفنا أنه فهم الدين كما جاء في القرآن والسنة، والأمن الفكري هو سلامة فكر الإنسان وعقله من الانحراف ومن التطرف والإرهاب والغلو والإلحاد والطعن في الإسلام وغير ذلك. اليوم بإذن الله نتكلم عن الأمن الاجتماعي، والأمن الاجتماعي هو قيام المجتمع على أسس سليمة في جانب العلاقات الاجتماعية على مستوى الأسرة والمجتمع والوطن، والبعد كل البعد عما يؤثر في هذه العلاقات الاجتماعية سلبا. وكما تعرفون أن الأسرة عليها الدور الأول والأساس في تحقيق الأمن الاجتماعي، فالطفل في صغره يتعلم من أسرته ويتعلم من أبيه وأمه والجو المحيط به، فلا بد الأسرة أن تقوم بالتربية السليمة لأفرادها والمتابعة الجيدة لهؤلاء الأفراد. أيضا تقوم المدرسة بوظيفة لتحقيق الأمان للطلبة جميعا بالتعليم الصحيح ومنع استعمال العملية التربوية لأغراض غير صحيحة. الدولة أيضا تقوم بعمل مهم لتحقيق الأمن الاجتماعي، وذلك بتوفير فرص العمل وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي. وكما تعلمون أن رؤية 2030 تتضمن برنامج مهم في هذا الجانب، وهو برنامج الجودة أو جودة الحياة الذي سيسهم إسهاما كبيرا في تحقيق الأمن الاجتماعي. ثم بعد ذلك ننتقل أيها الأبناء إلى الأمن الاقتصادي، والاقتصاد كما تعرفون يقوم على الإنتاج والمهن التي يقوم بها أفراد المجتمع، سواء كانت في الزراعة أو في الصناعة أو في التجارة أو التعدين. الأمن الاقتصادي هو توفير دعائم الإنتاج والحركة الاقتصادية السليمة والمحافظة على الثروات الوطنية لتحقيق تنمية مستدامة للمجتمع. الدولة تقوم بعدد من السياسات والبرامج، مثل المحافظة على الممتلكات العامة للدولة وتشجيع الصناعة وتوطينها في المملكة ليكون الاعتماد ذاتيا، أيضا تحقيق التوازن في متوسط داخل أو دخل المواطن، وذلك بإنشاء حساب المواطن. هذا الحساب لمساعدة الفقراء أو أصحاب الدخل المتوسط والضعيف، وبرامج الإقراض الميسر من عدد من المؤسسات مثل بنك التنمية الاجتماعية. أيضا رؤية 2030 تحقق هدف مهم في الأمن الاقتصادي بالمشروعات الكبيرة التي ستنفذها الدولة إن شاء الله، وهذه المشروعات توفر إن شاء الله فرص عمل
للمواطنين وتحسين جودة الحياة. بعد ذلك ننتقل إلى أمن مهم جدا في الحياة المعاصرة، وهو الأمن المعلوماتي الذي يعرف بالأمن السيبراني. فما هو الأمن المعلوماتي؟ الأمن المعلوماتي حماية البيانات الرسمية للدولة عبر الإنترنت من التسريب والاختراق وسوء الاستعمال. فأصبح أمن المعلومات مرتبط بالأمن الوطني ارتباطا كبيرا بسبب التطورات الحديثة في التقنية، وظهر ميدان جديد للحروب بين الدول وهو ميدان الحرب الإلكترونية. لذلك أنشئت هيئة الأمن السيبراني، أمن المعلومات باللغة الإنجليزية National Cyber Security Authority، الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أو أمن المعلومات. كلمة سايبر هذه يعني تتعلق بأمن المعلومات، كلمة إنجليزية. طيب، الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لماذا أنشئت؟ ما عملها؟ لها أعمال كثيرة، منها حماية شبكات الإنترنت، أيضا تعزيز أنظمة تقنية المعلومات وتعزيز أنظمة تقنيات التشغيل ومكوناتها، أيضا حماية البنية الأساسية التقنية، كذلك حماية مصالح الوطن الحيوية وحماية البيانات الشخصية، التأسيس أيضا لصناعة وطنية في مجال أمن المعلومات وتدريب الطلبة السعوديين وتأهيلهم. الدولة أصدرت في عام 1428 نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية من أجل الحد من وقوع الجرائم الإلكترونية، ومن أبرز هذه الجرائم التصنت والدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني والتعديل فيه، أيضا تهديد الأشخاص وابتزازهم، أيضا المساس بالحياة الخاصة باستعمال الهواتف النقالة، والتشهير بالآخرين والإلحاق بالضرر بهم. فهذه الهيئة تقوم بعمل عظيم جدا، وهي تحمي الدولة، تحمي الأشخاص من معلوماتهم الشخصية. بهذا أيها الأبناء، الأمن ضرورة ملحة، كل منا يحرص على أمن البلاد، فهو يعود بالمردود عليه، فأنك تذهب إلى عملك أو إلى مدرستك وأنت آمن على نفسك، آمن على أهلك، آمن على أحبابك وأقاربك. فالأمن ضرورة ومهمة للجميع، فلنحافظ على الأمن حتى نهنأ بحياة سعيدة في الدنيا والآخرة. وهذا قد وصلنا إلى نهاية هذه الحصة وهذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.